هو اللي حصل ده بجد ولا الصيام ما أثر علينا؟ يعني احنا اخيرا هنشوف برشلونة في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بعد غياب 3 سنين و7 شهور. يا عبد الصمد خلي بالك، جمهور برشلونة من قبل ما اللقاء ما يبدأ كان خايف جدا ان تشافي يضيع عليه ثواب الصيام. يا تشافي ده شهر كريم بنستناه من السنة للسنة، ما تطلعش بعد المباراة تقعد تقول لي اصل العشب كان طويل وتفضل واقف وقفة تخاذلية. النهاردة تشافي بيقول لك ما تصدقوش فارس عوض، برشلونة هو اللي يا سلام، اما نابولي فمع السلام. رمضان مبارك. وانا مش قصدي اني انكد عليك او اكسر فرحتك، بالعكس ابسولوتلي يا عزيز، فيسكا بارسا مني ليك، وبرشلونة تستاهل التأهل وكل حاجة. ولكن بعد الهدف بتاع جو كانسيلو لقيت حفيظ دراجي بيقول لك لأول مرة برشلونة يسجل هدفين في تمن النهائي منذ 2020. طب هو من بعد 2020 برشلونة ما تأهلش أصلا لا 21 ولا 22 ولا 23 وبيخرج من دور المجموعات. ولعشاء الإحصائيات، آخر مرة تأهل برشلونة لربع نهائي دوري الأبطال كان على حساب نابولي، كان برضه على حساب نابولي. نتيجة الذهاب كانت 1-1 ونتيجة الإياب برضه كانت 3-1 بنفس النتيجة. ولما صعد برشلونة لربع النهائي في دور الثمانية، وعلى مثال وعلى ذكر رقم 8، انتوا عارفين الباقي قابل مين والنتيجة خلصت كام؟ فكرتني لا. خلينا نتكلم جد شوية ونقول ان دي افضل مباراة لبرشلونة السنة دي، سواء في الليجا، سواء في الكوبا دي ري اللي خرجوا منها، سواء في دوري ابطال اوروبا، واهم مباراه لبرشلونه. المباراه دي ممكن تحول برشلونه ل 180 درجه، اقسم بالله العظيم. النهارده وانت بتتفرج على برشلونه تحس ان برشلونه من ناحيه العقليه الذهنيه فهي حاضره بنسبه 100%. واحد هيتسحب من لسانه يقول لك يا عم هو ده نابولي؟ يا عم نابولي مين ده؟ لو جابوا 11 واحد من ايطاليا ماشيين في الشارع هيلعبوا احسن من كده. يا حبيبي خط النص بتاع برشلونه ملط، مش موجود اساسا. جافي اللي هو نص الخط بتاع برشلونه ونص قوته، الراجل مصاب ومتعور واخد بالك، وافتقد برشلونه الجرينتا والحماس واخد بالك والضغط الشرس اللي كان بيعمله جافي. عندك كمان النص الثاني فرانك ديونج، ومش هذكر بدري. بدري كده كده مهتم انه يغير القصه بتاعه الحلاقه بتاعته وتحس ان هو لاعب زجاجي. وخليني افكرك انك لو وصلت لك هذه الثلاثيه وتاهل برشلونه لربع نهائي دوري الابطال، ما تنساش انك تعمل لايك من هنا، او تعمل لنا لايك من هنا، مفيش اي مشكله، تشترك في قناتنا على اليوتيوب وتتابع صفحتنا الجديده على الفيسبوك. ورمضان كريم عليكم جميعا، وما تنسوش اخواتنا، ما تنسوش اخواتنا في الدعاء، ما عندناش حاجه نعملها غير كده. الواحد خجلان من نفسه حبتين، لا عارفين نعمل حاجه ولا اي حاجه، ولكن ما تنسوش اخواتنا في الدعاء. ومش عايز اي حد يقعد يفطر ويقعد يصور لي الاكل ويقعد ينزل لي وانا النهارده فطرت كذا وانا النهارده هتسحر كذا. خلي عندك دم، ما تبقاش جربوع ابن جربوع، وانا اسف على اللفظ. يعني لازم الناس تاخد بالها ان في ناس واخد بالك اخواتنا لا لاقيين فطار لا لاقيين سحور وتحت القصف وحاجه منيله ب60 نيله. فما تنسوش اخواتنا بالدعاء بعد اذنكم، واخواتنا كمان في السودان. خلينا نرجع للمباراه ونتكلم. انا عجبني جدا برشلونه في اول 25 دقيقه، وتحس ان برشلونه ضيع بتاع 3-4 اهداف، وكان ممكن الشوط الاولاني يخلص 4-1. هي هجمه وحيده بتاعت امير رحماني وهبالك اللي هجمها وهبالك وجاب منها هدف، وشتيجن كالعاده هي تسديده وحيده كانت على شتيجن وشتيجن ما تصدلهاش، بعد كده الراسيه بتاعت تقريبا بولوتانو وهبالك وطلعها شتيجن. ولكن في اول المباراه كان في ضغط شرس جدا بالنسبه لبرشلونه، في اول المباراه كان في دويتو رائع جدا وسويتش جميل جدا ما بين جواو كانسيلو والواد اللي اسمه رافينيا. وبعدين انا من قبل المباراه ما تبدا قلت فيها ايه لو نزل الواد جواو كانسيل جواو فيليكس ناحية الشمال ويلعب بلامين يامان ناحية اليمين. أنا عايز أقول لك إن البنجالي الهندي اللي اسمه رافينيا رجع تاني برازيلي. الواد النهارده قدم مستوى مقنع. الواد النهارده كان بيخش يساند مع ليفاندوسكي ويسيب الطرف الشمال لجواو كانسيلو، وكان بيحاول يصنع. والهدف الأولاني اللي سجله الواد فيرمان لوبيز، بعد كده الشوطة اللي في العارضة بتاعت رافينيا واخد بالك وهوب بترجع لجواو كانسيلو بيسجل الهدف الثاني. وكالعاده ليفاندوسكي جات له كوره او كورتين وضيعها كالعاده، وقعد يشد في شعره وقعد يبص. وتحس كمان ان ليفاندوسكي على مستوى الضغط الراجل ما بيضغطش، الراجل كان نازل يعمل عمليات احماء. واحد هيقول لي ما هو جاب الهدف الثالث يا عم علي، انت عايز برضه؟ الراجل كان سيء، كان من اسوأ اللعيبه في برشلونه هو ليفاندوسكي، وكان ممكن ان هو ينزل في الدقيقه 60 مثلا الواد اللي اسمه فيتور روكي، نزل يا عم فيتور روكي. ولكن خلينا نقول الاكاديميه بتاعه لاماسيا النهارده طلعت جواهر، طلعت جواهر اقسم بالله. كوباراسي مش احسن لاعب في المباراه، كوباراسي من احسن اللعيبه اللي موجوده في برشلونه، كوباراسي كسب كل الصنع. وعلى فكره
كوبراسي ده المفروض ان هو يتفتش وهو خارج، يقولوا له فين الواد اللي اسمه فيكتور اوسيمين، وديته فين، ويفتشوا في جيوب الواد. خفى فيكتور اوسيمين في الثنائيات الهوائية، هو اللي كسبها في الثنائيات الأرضية، هو اللي كسبها تمريرات مفتاحية بسم الله ما شاء الله، بيلعب كرات طولية وبيلعب استخلاص كرة وبيستخلص، وتحس ان الواد من أقدم المدافعين اللي موجودين في برشلونة. هل ده 17 سنة يا جدعان؟ أقسم بالله العظيم هتجنن. كمان الرئيس بتاع نادي نابولي حتى التحفيز اللي عمله تحس ان هو ما حفزش اللعيب، اللعيبة نازلة برضه وتحس ان عليها ديون ومشتتة وابوهم كلهم مات، واللعيبة حزينة ولا عارفة تلعب ولا أي حاجة. لا هتقول لي كفارخيستا دوت وهبالك على الناحية الشمال، كوندي ابتلعه، هو أخطر لاعب في فريق نابولي وهو اللاعب الأول اللي بيقوم عليه اللعب وبيبنوا عليه اللعب. النهاردة كوندي يا جماعة عمل مباراة نارية مع الواد اللي اسمه كفار، والناحية التانية هتلاقي الواد اللي اسمه كوبراسي خفى فيكتور أوسيمين، وبوليتانو الناحية اليمين كان بيتدلع فيها شوية وبيلعب فيها شوية، ودي اللي جه منها الهدف علشان جواو كانسيلو في الارتداد الدفاعي هو سيء جدا. خلينا نقول ان هو هجوميا الولد 10 على 10، ولكن دفاعيا لا، ممكن رافينيا يرجع ويدافع وجواو كانسيلو بيرجع على مهله حبتين. النهارده وانت بتتفرج كمان على نص الملعب جوندوجان كمان النهارده تحس ان هو كان تايه في الشوط الاولاني، صنع او عمل بري اسيست لسيرجيو روبرتو اللي نزل علشان يصنع الهدف الثالث لليفاندوسكي، ولكن لما نزل روميو او روميو ده نزل ان هو يدور على جولييتي كالعاد. روميو النهارده كان بيحاول يعمل اسيست لكفارخيستا، وتحس ان الواد روميو ده كان ليه مخططات ان برشلونه تخرج، كان عمل اسيست برده تقريبا وكوره لاجويزا، لوبوتكا قطع منه كوره، الواد ما عملش اي حاجه صح من غير ما من ساعه ما نزل، وانا قاعد عمال اقول الله يخرب بيت امك. وبرشلونه كالعاده في الشوط الاولاني خرجت جمهورها قلقان حبتين. الجمهور برضه قال لك ما هو ده ما ينفعش، ما يبقاش برشلونه، ما هي برشلونه لازم تحطنا تحت ضغط. وتلاقي المباراه خلص الشوط الاول خلص 2-1، وفضلت المباراه ممتده وعلى امل ان نابولي يجيب الهدف بتاع التعادل، ولكن النهارده برشلونه بتخلص المباراه 3-1، وكان تقدر تخلصها اكتر من كده، كانت تقدر تخلصها اكتر من كده. يا جماعه برشلونه بتلعب من غير خط نص، النهارده برشلونه كانت معتمده على 3 لعيبه، واحد 16 اللي هو لامين يامال، وبمناسبه لامين يامال النهارده كان بيتنمر على الدفاع بتاع نابولي، ما كانش بيلعب كوره، ده كان بيدلعهم، ده كان بيعلمهم اساسيات المراوغه. النهارده لامين يامال كان معلم على الناحيه اليمين، واعلى حاجه ان هو سابه، ولكن الواحد كان بيخاف من الاصابات، الولد ده ممكن يتصاب، بيلعب كتير، بيلعب المباراه كامله، لما تضمن مباراه يا عم تشافي تحاول ان انت تخرجه. النهارده كمان شكل الجمهور عشان تعرف قد ايه ان المباراه دي مهمه. يا جماعه من 3 سنين و7 شهور برشلونه ما تاهلش ولا مره لربع النهائي، تقريبا 3 بطولات ورا بعض برشلونه كان بيخرج من دور المجموعات. النهارده برشلونه وهبالك بيصعد لربع النهائي، ويبقى ليه حظوظ ان هو لو صعد وهبالك لنصف النهائي ممكن انه يلعب في كاس العالم الانديه، وبيفوزوا على نابولي خلى الفريق اللي اسمه اليوفنتوس يصعد لكاس العالم للانديه. برشلونه بكره مستني ان لو اتلتيكو مدريد خسر امام الانتر وبرشلونه صعد وهبالك لنصف النهائي، برشلونه هيبقى ليه حظوظ قويه جدا من حيث النقاط انه يصعد لكاس العالم للانديه. طبعا الليجا انا عارف ان الليجا راحت خلاص لريال مدريد، ودي ما فيهاش اي مناقشه رغم عن الحكام ورغم عن مؤسسين الليجا ورغم عن اللي بيحصل، ولكن دي اهم بطوله السنه دي لريال مدريد، اهم بطوله السنه دي. توقعاتي في دوري الابطال ان برشلونه ممكن يبقى محظوظ نوعا ما، وسيبك من الهزار ان هو يفلت من بايرن ميونخ، ولكن المعنويات مرتفعه دلوقتي عند برشلونه وعند جماهير برشلونه اللي النهارده حضروا بقوه جدا، شجعوا برشلونه من اول ثانيه لاخر ثانيه. برشلونه النهارده بتخش خزينته 15.5 مليون يورو، 15.5 مكافاه التاهل و5 مليون يورو مكافاه التذاكر. ما انت تحكيني كم حضر واحد النهارده في المونجويك دوت وهبالك اكتر من 50,000 مشجع النهارده علشان يشجعوا برشلونه. واكتر حاجه مفرحاني مع صعود برشلونه ان دور الثمانيه هتبقى مذبحه، هتبقى مجزرة يا جدعان أقسم بجلال الله. ممكن تلاقي ريال مدريد مع بايرن يا سيتي، ممكن تلاقي برشلونة وهبالك مع مانشستر سيتي، مفيش مشكلة. الأرسنال اللي صعد ركلات جزاء وهبالك ممكن يلبس في باريس سان جيرمان، مجموعات نارية. تلاقي دورتموند مع انتر ميلان حاجة منيلة ب60 نيلة، ولكن هنتفرج على متعة.